سلام دراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم سيبو. دابا اليوم غادي نكملو في نتورك سيرفيسز ديالنا، وغادي نهضرو على التيل نت، وغادي نشوفو شنو هو هاد التيل نت هذا وكيفاش نقدرو ندخلو ليه ونكسبلوتيوه. سو بيزيكلي التيل نت هو واحد البروتوكول بحالو بحال اس اس اتش، هو اللي كان في الاول كيكون في البورت 23، في ستاندر بورت ديالو 23. بين قوسين نقدرو نبدلوها نديرو فيها اي بورت بغينا، كيما هو لوكال اللي غادي نشوفو في هاد الماشين ديالنا هنا. سو بيزيكلي هو واحد الابليكيشن بروتوكول كيخلينا اننا نتكونيكتاو مع واحد الريموت ماشين ولا واحد ريموت سيرفر، وكنخلي كيخلينا اننا نيكزيكوتيو لي كوموند كما هو كما اس اس اش. الفرق الوحيد اللي كاين بينه وبين اس اس اش هو ان هاد التلنت هذا كيصيفط داكشي اللي كنعطيوه، دوك لي كوموند اللي بغينا يتيكزيكوتيو في ديك الريموت ماشين كيصيفطهم بلين تكست، يعني داكشي اللي كتكتب هو اللي كيتصيفط، ما فيهش الانكريبشن يعني السيكوريتي بارابور الاس اس اش. اس اس اش حسن من التلنت. التلنت ما فيهش انكريبشن، كيصيفط داكشي بلين تكست. هذا هو الديفو ديال التلنت، وداكشي علاش لا بلوبار ما كيخدمش بيه، وقليل فاش غادي تلاقاوه. الا كنتو كديروا البين تيست قليل فاش غادي تلاقى شي بورت ديال التلنت محلوله وتقدر دير فيه شي حاجه. سو بيزيكلي هذا هو المشكل ديال التلنت، داكشي علاش خرج من بعد اس اس اش اللي غطى لنا هذا المشكل هذا، وزاد السيكوريتي ميكانيزم بحال الانكريبشن وكل شيء، يعني ما كتبقاش تصيفط داكشي كبلين تكست. نحاولوا نجاوبوا على هاد لي كيسيون فيت في. ابليكيشن قلنا ابليكيشن بروتوكول، اس اس اش هو اللي رومبلاصنا التيل نت. التيل نت كان باش نتكونيكتو بالتيل نت كنكتبو التيل نت وكنديرو الاي بي وكنديرو البورت اللي هي 23. هنا كيقول لك شنو هو النقص اللي كاين في هذا التلنت هذا، هو الانكريبشن. ما فيهش الانكريبشن، كيصيفط داكشي كما كياخذو كيصيفطو. نمشيو نشوفو الانيميريشن ديالنا ديال هذا التلنت هذا. سو بيزيكلي عندي الارتجال بورت سكان. نمشيو ديجا درت البورت سكان براست سكان، وعندي بورت وحده اللي عندي هي 8012. هاد 8012 هادي كيقول لنا هنا شحال من بورت عندنا. وحده عندنا بورت 8012. و بالنسبه لي بروتوكول حنا كنهضروا على بحال اس اس اش، بحال تيل نت، بحال اس ام بي، غالبا كاملين كيكونوا بروتوكول تي سي بي، يعني تي سي بي اي بي. دونك تي سي بي بروتوكول باش كنصيفطوا لي كونيكسيون ديالنا مع داك انتراكتيو مع داك السيرفيس هذاك. هنا كيقول لك نديرو ان ماب نشوفو شحال من بورت اخرى. ما كاين حتى شي بورت، دونك ديجا درتها ما كاين حتى شي بورت. هنا كيقول لك بلي راه مثلا هاد البورت حنا عرفنا بلي راه 812 ماشي هي البورت الحقيقيه ديال التلنت. البورت ديال الحقيقيه ديال التلنت هي 23. كيقول لك مادام ان غالبا نقدروا نبدلو لي بورت ديال السيرفيسز، من الاحسن انك دير سكان اوت الرينج ديال 1000 بورت في النورمال سكان. تقدر تسكاني فول بورت باش تشوف، تقدر تكون مخبي شي سيرفيس مثلا، مخبي مدل ليه البورت ولا شي حاجه. دونك غادي ندير كومبليت. هنا كيبان لنا فاش دار الفينجر برينتين سترينكس ديالو، لقى لنا واحد التايتل هنا سميتو سكي دي باكتور، وكيقول لك هنا تايب بوان هيلب تو فيو كومنتس. هنا نقدروا نفهموا واحد القضيه بلي ان هاد البورت هاد ديال هاد التليت هذا هو واحد الباك دور اللي نقدروا انتراكتيو معاه باش نيكزيكوتيو فيه لي كوموند، وعندنا هاد الهيلب كوماند باش نشوفو الكوموند اللي كاينين تما نقدروا نخدمو بهم. وغادي نشوفوها من بعد. دونك هنا كيبان لينا سكي ديز باك دور، هنا كنهضروا على واحد الباك دور. دونك الباك دور هنا كيقول لك وات كود ات بيلونغ تو اليوزر نيمز. حنا كنعرفو بلي انا اليوزر نيم اللي سميتو سكي دي. نمشيو نشوفو الاكسبلوطاسيون ديال هاد التنت هذا. كما قلنا في الاول علاش هو انسيكيور، حيت ما فيهش الانكريبشن، هذا هو المشكل ديالو. دونك غادي نشوفو كيفاش نقدروا ندخلوا ديجا بالداك التلنت ديالنا. نشوفو ناخذ الاي بي ديال النت وغادي نحطو 8012. دونك هنا كيبان لنا سكي داك التايتل اللي طلع لنا في السكان ديال البورت، كيقول لك تايب بوان هيلب تو فيو كوموند. ندير بوان هيلب نشوفو لي كوموند اللي عندنا هنايا. هنا كيعطينا واحد الكوموند اللي سميتها بوان ران، وكيقول لك حط الكوموند باش تيكزيكوتا لي كوموند ديالك. نمشيو نجاوبو فيت في على هادشي اللي كاين هنايا.
سكيديز باك دور اللي بان لينا هنايا. انا كيقول لك واش نقدروا نكتبوا شي كوموند واش يرجع لينا شي حاجه. ما كيرجع لينا حتى شي حاجه. نديرو ال اس دير هيلب. دونك هنا ما كترجع لينا حتى شي حاجه. هنا كيقول لينا نقدروا نخدموا مثلا فاش كطيح في هذا لوك هذا تقدر تخدم تي سي بي دامب وتحط الانترفاس ديال النيتورك ديالك هي طون زيرو. وغادي نشوفوا واش غادي يتبين قالينا هذا الشيء هنا. غادي نحاول نديرو ران وغادي نحطو بينغ. غادي نحطو البينغ ونديرو داش سي جوج مثلا. نحط الاي بي ديالي. دونك البينغ وصل. دونك لي كوموند كيت اكزيكوتاو كان بينغيو من الماشين من هاد التليت هذا الاي بي ديالي انا. سو جود. هنا كيقول لك ليسنر يس. نمشيو نحيدو هنا. انا باش ناخدو مثلا ريفرس شيل فايل مادام ان عندنا مثلا نقدرو اننا نكزيكوتيو لي كوموند داك في هاد الباك دور هذا في هاد ران كيكزيكوتي لي كوموند نقدرو ناخدو ريفرس شيل. نديرو ام اس فينوم مثلا. ام اس فينوم و نديرو به ريفرس شيل. نتسناو هاد ام اس فينوم يعطينا البيلود. نكريو البيلود. البيلود كتجينيريه ب ريفرس نيت كات بيزيك نيت كات. تقدر تاخد اي واحد اخر كاين في سواء في بنتس مونكي ولا ديك تولز هاك تولز ولا اي بلاصه راه كيكون فيها نفس نيت كات بيلود. دونك هنا كيقول لك شنو هي الكلمه الاولى. حنا هادشي ما كيهمناش. بغينا غير نشوف كيفاش نقدروا ندخلوا لهاد وناخذوا ريفرس شيل في هاد البلان. انا كيقول لك نديرو ليسنر ديال البورت مادام ان حطينا البورت ديال ام اس ديال البيلود ديالنا هي 444. وهنا كيقول لك كليك فور ليسنينغ البورت يو سيليكتيد انا كنهضر ان سي اي ال في بي 444. دابا نمشيو ناخذو ريفرشن نشوفو كيفاش نقدروا ناخذو ريفرشن. سو بيزيكلي سيمبل كناخذو هاد سميتو. غادي نحاول نسد حيت هاد التنت هذا كيت بلونطا. دونك غادي ندير ران وغادي نحط حداه البلان اوتوماتيك مود اكزيكوت. هنا ما كيبان ليا والو ولكن الا درت كيبان ليا بلي راه عندي كيبان ليا بلي راه عندي الفلاك ديال سميتو ديال التلنت هو هذا. هذا هو البلان. نشوفو واش كاينه شي حاجه اخرى. نشوفو شنو كاين هنا اوبونتو 18. سو بيزيكلي هادشي اللي كاين في هاد البوكس هادي. هضرنا على التلنت كيفاش خدام. هضرنا على مشاكل ديال التلنت وشفنا كيفاش نقدروا اننا ناخذوا ريفرس شيل في هاد التلنت هذا. ماشي بالضروره غادي يكونوا نفس لوكا مي الانيميريشن ديال التلنت راها سيمبل. الا لقيتي محلول كتشوف واش عندك شي طريقه باش انك تيكزيكوتي الكوماند ولا صافي داكشي اللي كاين. سو كانت هادي هي لا فيديو ديال اليوم. نتلاقاو في فيديو جديد. تهلاو.